فهمت فازا معناتها حنا باع اللاعب زوز ماتشات وقال اموري النفسيه ما نجيش نفكر على صلاح على الاقل صلاح عامل حاجات في كاريره وتخليه يدلل ولا لا هنا ترجع زاد قوه شخصيه المدرب انا مدرب قدام صلاح هو مش حلو انه راوه يلعب مع ليفربول قبل ما توفى كاس افريقيا ليه مش يلعب ليه اي نعرف ليه اذا براو فما كاس افريقيا باش يرجع فما فرضيات راوه في الكوره راه هو راوه يحب يلعب راوه مش ما نتصورش كان محمد صلاح يعني مشى لكاس افريقيا وماهوش ناوي يلعب وماهوش يخلي بصمه لانه بالنسبه اللي هو كي يلعب بالنسبه اللي هو كي يلعب مع مصر وكيفرح الشعب نتاعو راه نتصور اكبر برشا اكبر برشا من كونه يفرح الانجليز ولا جمهور كل جمهور وحسابه اما راهو بلاد كامله راهي صلاح عطينه قيمه كبيره ممكن انا حسب رايي مشكله الضغط على صلاح ما عرفش كيفاش يتعامل معاه ولا ما عندوش ولا سوء حظ ولا مع المنتخب ما قدمش حاجات كبيره خاطر ضغط كبير كله على صلاح فريق كامل يلعب على صلاح على صلاح ممكن هذه الاسباب يعني وصلاح راو نكته خايبه انه ما هزش كاس افريقيا مع مصر راو قعدت له يحب يوفى كاريرو عمل له بلوز امبورتون اللي هزم كاس عال اي ما سبعه عندهم ديجا عندهم سبعه كؤوس اي هو في كاريرو لا يحكي عن الشامبيونز ليغ تخيل لا قدر الله منتخب مصر يخرج من الدور الاول والا من ثمن النهائي تخيل وتخيل صلاح محمد صلاح برا قبل موعد النهائي ولا نصف النهائي نتاع كاس افريقيا يلعب في ليفربول ولا ما يلعبش يلعب طبعا هذه اللي حبيت تقول لك انا الاشكاليات به ترخى نشوفوا في صحه طرابلسي خاطر موضوع التغييرات المتاخره ونرجعوا تغييرات لم تكن تغييرات مبكره اول تغيير قام بدقيقه 78 هذا دليل انه لم يعطي فرصه حتى اللاعبين للدخول في المباراه لانه اي لاعب للدخول في المباراه يحتاج ما بين 5 6 7 دقائق كل لاعب وقدرته في الدخول في المباراه والجو العام في افريقيا يحتاج اي لاعب على المستوى الهجومي الى 4 ساعه ناهيك انه قام بادخال بتغيير على المستوى الهجوم الجزيره وبرمضان كما عرفت دقيقه 88 ماذا سيصنع اليوم الجزيرة التغييرات إذا كان إضاعة للوقت بمعنى من أجل الحفاظ على التعادل واحد لواحد ولا ماذا سيفعل يظل نفس الكلام قلناه البارح رياض صحيح يعني احنا شنو حكينا على الفكرة ككل باش يحافظ على المقابلة يعني الجزيرة يدافع ما هبطش يهاجم انا يعني ممكن حشم باش يهبط يكمل يهبط بلوك الوسط وكذا ونخلي ما غير اما باش تهبط وباش تربح يلزمك تلعب وتجازف هو هبط اول حاجه متاخر حتى الملاعب اصلا زادك تهبطوا في 88 دقيقه ولا في 90 دقيقه بلاش باش يعمل يعني هو اصلا مازال ما سخنش والاربيتر باش يزفر يعني مازال مس ساعات يهبط ما يمسش كوره يخرج فمن المفروض تكون مدروسه اكثر حكايه يعني هي الا للضروره باش يهبط في 90 لاعب تضرب حاجه اما انت يعني مش تهبط الملاعبية نتصور لازم تكون عنده كل شيء مدروس ويعرف وقت شي يهبط وكل لاعب وهذا كل يعني بلون آ و بي و سي لزونترنور موش باش يحط يعني التهبيطة هذه وضحت انه يلوج عتعادل بوضوح ان شاء الله يكون يعني يعرف شنو يحب على الاقل يعني يحب على التعادل هو اكيد هو حافظ على حب يحافظ على المقابلة لكن حسب رأيي حتى كان يحب يحافظ على المقابلة كان ينجم يهبط قبل بشوية لاعبين يعني حاضرين وما همش تعبين وينجموا يعاونوا الفريق يعني إلا إذا كان هو يمن بعض ملاعبية والباقي الأخرين يعني هكا للإفكتيف وبرا يعني عنا برشا ملاعبية مع الأسف يعني نهزهم لاعبية عبارة باش نعملوا بهم الإفكتيف وهذا حاجة مش باهية المفروض أنا كي نهز لاعب صغير وانا عندي فيه ثقه اذا كان مردود نتاع اللاعب كذا انا النجم جازف بيه الملاعب تكون فرصه انا من الناس اللي نعطيه فرصته باش يظهر يثبت نفسه يعني فهمتني فاحنا يعني اذا كان نحب نكونوا نفكروا كبار يعني منتخب تونس نحن فريق باهي فريق محترم عندنا تاريخنا يعني الخوف راهو ينجم يكون هو السبب نتاع يعني ضعفنا فهمتني فانت باش تلعب في الكوره ما يلزمكش تخاف راك ما تربحش ونحن انا ذكرت قلت اذا كان نحن مالي مع كل احتراماتنا لها مهما كانت قويه وفنيا وتكتيكيا وعندها نجوم راك اذا كان المنافس تخاف منه راك مستحيل تربحه مستحيل نحترموه ونحطوه في قريوس اما كي نهبط راني نهبط ديريكت باش نضربه باش نربحه غدره كيف تحب يعني انا بالنسبه لي انا
ما نحترم ما نعطيش اكثر من قيمته. في رياضه البارحه ملاعبي ما نعطيش اكثر من قيمته مهما كانت قيمته. ما انا كيفاش باش نتنافس انا وياه؟ ما انا كيفاش باش نلعب معاه؟ ما انا كيفاش باش نربحوا؟ تو نحن مثلا مش نلعبوا ضد جنوب افريقيا رابحه اربعه شنو باش نعمل يعني؟ اذا كان رابحه هذه ناميبيا ربحتنا وعملت ميتون باهي مع مالي وكانت تربح، كيفاش باش نهبطوا لها؟ كيفاش نحضر لها مقابله؟ صحيح يعني باش نحضر لها انا هابط ما يهمنيش فيه هذاك انا هابط انا مش نخضر له قطوس انا سيد انا مش ناكله فهمتني؟ صحيح. يعني مش نهبط مع كل احترامي ليا جنوب افريقي ولا ما نعرفش منين فهمتني؟ نهبطوا هكا نهبطوا باش نربحوا عركه كوره هو حاجات اقوى من التكنيك واقوى من التكتيك راهو يعني اللاعب يهبط بثقه مش يهبل ولا بجنون ولا كذا لا لكن يهبط عنده المينيموم نتاع ثقه وما يخافش مش نهبط نحن 11 كونتر 11 في الاخر يعني راجل للراجل اخي هم ارجل منا يعني اللغه هذه بالنسبه لي انا عشت بها يعني ما نخاف حتى فريق ما نخاف حتى ملاعب سينو مع ملاعبيه كيما لعبنا معاه مويا ولا عبد البيلي ولا كذا يعني واحد يمشي قيل يمشي يرقد فهمت كيف بالعكس انا كان عندي اكدي فيه بالنسبه لي انا حاجه عبد البيلي انا كي نعمل له ماركاج نعمل معاه ماتش باهي انا باش نطلع على كتافه انا باش نتشهر في جرته هذا المنطق هي يعني كل لاعب يخمم باش يعمل ماتش باهي يخمم باش الرياض بلا حكينا حكيت عبد البيلي انت حكيت بلا جايين انت احرقتني جايين يا ميت رياض استنى لا نحكي لك يعني عبد البيلي لاعب كبير ولاعب يعني ليله الماتش نتاع غانا كي جينا هابطين الريستوران الاولاد نقوا قدام الريستوران نستنى وقتاش يحل باش ندخلوا مع بعضنا عاد احنا انا ديما نمشي مخر حتى كي كنت نقرا ديما نمشي مخر فهمتني من الناس نمشي ديما مخر جيت داخل الريستوران والاولاد ملمومين ومعنا ابو بكر زيتوني كان فكاهي يعني كان خفيف الظل وخفيف الروح فهمتني وانا هابط انا عماد بن يونس قال لي ابو عزيز انت باقي ما تعشى برا ارقد من تو تفاجأت علاش انا قال لي ليه غدوه عندك ابدي بيلي باش تعمل له ماركاج راهو يعني ابدي بيلي راهو غدوه هو اللي باش يوكلك يعني فهمت كيف يوكلك وباش يمرمدك وباش يعمل لك يا اخي والله تحيل بوكر زيتوني قلت له ابو بكر هو تفاجأ مني قلت له ابو بكر اخي ابدي بيلي مشهور قال لي ابدي بيلي عنده فلوس قال لي كدس فلوس قلت له انا فقري ناخذ 300 الف في الشهر ومانيش معروف اول وعلى فكره في 96 انا ما لعبتش حتى مقابله وديه راهو ما لعبتش حتى مقابله وديه ماوك في فمه وانا باش نذكرها اول مره انا وعماد بن يوسف ما لعبناش لعبنا كونتر المغرب وكونتر مصر هزنا زوز مقابلات وديه وخسرناهم للزوز وبالطبيعه انا كنت نقولها راهو حتى كانوا يطردوني فعمرني شويه عماد بن يوسف شبيك نحن وشبيك نحن ما لعبناش فهمني صدمت مشيت له كاسبر زيك تعمرني شويه نصدم انا ما انا بليه خاطر نطحني هكا ننطح مشيت له قلت له مسيو كاسبر زيك اش بك لعبت الناس كل كان احنا جاوبني جواب انا تصدمت به وما عجبنيش قال لك قال لي يكفيك لي انت في ليكيب ناسيونال انت جاي من مازبورغيبا وهو جاي من رالوي وانا اخويا اكثر حاجه في طبيعتي خايبه ونكرهها هي اللي يحقرني يعني انت جايبني قلت له تلقاني قدام جامع يعني جبتني من الجامع ولا نطلب قدام جامع وكان ما نستاهلش ما تجيبنيش ما تعيطليش فهمت كيفاش الريزوني وقعدت تحمل عيني يعني فهمت كيفاه لكن انا عندي حاجه باهي اللي كون الرد الفعل ايجابي يا كاسبر زيك يزمك ديما تركز عليا راني انا باش نوريك اللي انت يزمك تلعبني بالسيف عليك حتى كان تبدا ما تحبنيش انا نفرض عليك باش تلعب باللونتريمون بالانضباط بالامور هذيك والحمد لله يعني فرضت عليه روحي با كانت فما شواء خاطر المقابله الاولى في جنوب افريقيا ما لعبش كنت بعد وصلت فريق صوفيا الافقيه وقتها جاب شي لاعب يختار شكون باش يلعب كذا وفما شكون اقترح عليه اظن شاور زاد رئيس النادي نتاعنا وقتها قال له كان مش تلعب ما تلعبش بوعزيزي وحده كان مش تلعب قيس الغضبان ما تلعبوش واحد يتلعبهم مع بعضهم لزوز خاطر يتكاملوا يا ما تلعبهمش ما تلعبش واحد منهم فهمت فلعبنا وقت كي لعبنا ولقينا نوعا ما ناجحين رغم المقابله الاولى عملنا تعادل
كي رجع سفيان في المقابلة الثانية لعبنا ثلاثة، لعبنا ثلاثة مع بعضنا، لعب سفيان في الوسط والوليد، أنا عملت مركاج لابدي بيلي رغم اللي خسرنا، لكن أنا قالوا لي راك نجحت في المقابلة. وأبدي بيلي زاد يتسمى نوعا ما شكرني، قال أول مرة يلعب يعمل لي واحد مركاج من غير ما يضربني، خاطر أنا ما ضربتوش لكن أنا كنت ديما معاه، حتى كي يمشي باش يشرب الماء نبقى نستنى فيه. الحمد لله يعني هذه هي هذه. أنا نحب مساج لكل لاعب راه قادر يولي نجم إذا كان يمن بروحه وما يخافش ويعرف لكل شيء ممكن. رانا كنا بدينا من لا شيء وبرشا قلب وبرشا روح وبرشا رجولية في الاخر هزيت كسر. والحاجة الباهية فيا حتى كي تمرمدني بالحق، كي تمرمدني ولا كي تهنتني، بالنسبة لي أنا ما عنديش قلق وما عنديش كومبلكس. بارك الله عليك. هذه حاجة كانت، خاطر فما لاعب كي تهنت المرة ما عادش يدور، فهمت كيف؟ مش مشكلة. أنا أول مقابلة لعبتها كنت اسكندر صويح، مش أبدي بيلي اللي عملوا فيا اسكندر صويح ما عملوش فيا حتى ملاعبي، لكن ما عندي حتى ما عنديش مشكلة. تحية لاسكندر صويح.